السنة دي هنشوف نظام جديد في دوري أبطال أوروبا. يويفا قرر زيادة عدد الفرق ل 36 فريق بعد ما كان 32 فريق بس، وتم إلغاء دور المجموعات. يعني بعد ما كان الفريق اللي بيوصل للمباراة النهائية بيلعب 13 ماتش، هيلعب في الموسم الجديد 15 أو 17 ماتش، وبكده هيوصل إجمالي عدد الماتشات في البطولة من 125 ل 189 ماتش. إزاي بقى؟ ده اللي هنشرحه. النظام الجديد مش هيكون فيه دور مجموعات، بيتوزع 36 فريق على 4 أوعية، في كل وعاء 9 فرق، وكل فريق هيلعب 8 ماتشات، هيواجه فريقين من كل وعاء، ماتش جوه أرضك وماتش بره أرضك، يعني كل فريق هيلعب 4 ماتشات هوم و4 أوي، وهيتم تجنيب الفريقين من البلد الواحدة من مواجهة بعض في الدور ده. مثلا ريال مدريد موجود في الوعاء الأول، هيلعب ماتشين مع فريقين من الوعاء الأول، مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. هيلعب ماتش في سانتياغو برنابيو مع سيتي، وماتش في أليانز أرينا مع بايرن ميونخ، وهكذا في بقية الأوعية. والقرعة هتتم آليا باستخدام الكمبيوتر، يعني مفيش كرات سخنة ولا كرات باردة. وفي آخر الدور الأول هيتحط ترتيب ال 36 فريق حسب النقط اللي جمعوها، من المركز الأول للتأمن يتأهلوا مباشرة لدور ال 16، ومن المركز التاسع لل 24 هيلعبوا مواجهة ذهاب وإياب عشان يتأهل 8 فرق ويكتمل دور ال 16. إنما الفرق من 25 ل 36 فدول هيودعوا البطولة تماما. ونبدأ بقى من دور ال 16 مواجهات ذهاب وإياب بشكل تقليدي لحد النهائي اللي هيكون من ماتش واحد. طب على أساس إيه تم زيادة الأربع فرق؟ الاتحاد الأوروبي وضع معايير. المعيار الأول هو فريق هيصعد بمقعد مباشر لصاحب المركز الثالث في الدوري الخامس أوروبيا، واللي هو الموسم ده الدوري الفرنسي، فتأهل فريق بريست. المعيار الثاني هو تصنيف الدول حسب مشاركات فرقها في أوروبا الموسم اللي فات، ويحصل أفضل دولتين على مقعد إضافي في البطولة، وفعلا ده حصل مع ألمانيا وإيطاليا وتأهل بولونيا ودورتموند. أما المعيار الثالث فهو أن الاتحاد الأوروبي زود الفرق في ملحق مسار الأبطال اللي هم أبطال دوريات الوسط في أوروبا لخمس فرق بدل أربعة. يعني باختصار كده، مين مشارك في دوري أبطال أوروبا السنة دي؟ دوري أبطال أوروبا السنة دي فيه أربع فرق من إسبانيا وزيهم من إنجلترا، ثلاثة من فرنسا وخمسة من إيطاليا وألمانيا، وهولندا والبرتغال فريقين، والنمسا واسكتلندا وبلجيكا وأوكرانيا فريق واحد من كل بلد، وبقية السبع فرق التانيين هيتأهلوا من الملحق اللي اتلعب على ثلاث مراحل. طب التغيير ده حصل ليه؟ الاتحاد الأوروبي شايف إن في فوائد كبيرة من النظام الجديد لدوري الأبطال بزيادة حقوق البث وزيادة دخل الأندية، ودعم للدوريات المحلية والسماح لمزيد من الفرق بالتنافس في مباريات أكثر تنافسية على الساحة الأوروبية. أنت بقى، إيه رأيك في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا؟